اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلونا بقى نرحب بهنا ابو القاسم. يا عبد الرحمن ازيك يا هنا؟ كل سنه وانت طيبه. ازيك يا كابتن، برحب بيك برضو طبعا يا عبد الرحمن وبكل مشاهدي قناه الاهلي. يعني ده اول ظهور ليا في الاهلي في رمضان، خليني بقى اقول لحضراتكم ولكل المشاهدين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وسعيده جدا ان انا هكون معاكم في الاهلي في رمضان. كل سنه وانت طيبه. انا بس عايز اشكرك يا كابتن اسلام على حاجه. اختيار ان المراسلين يبقوا بيظهروا معانا في الاستوديو وياخدوا الفرص دي لازم يتم شكر حضرتك عليه، او اداره قناه النادي الاهلي كلها. دي حاجه مهمه جدا لان كلهم بيتطوروا بشكل كبير جدا، هنا وكل المراسلين اللي معانا، وكلهم بقوا شاطرين قوي وينفع ينافسونا دلوقتي، نفسه حضرتك كمان هنا في القناه. بيغطوا عليا يا عم، خلاص بقى بيغطوا علينا كلنا. انا يعني كمان شاطر قوي، من اشطر الناس اللي في القناه كلهم الحقيقه، كل الزملاء اللي موجودين في قناه النادي الاهلي الحقيقه. ان شاء الله انتظروا مفاجآت ليهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه كلهم الحقيقه، لانه احنا عندنا مجموعه رائعه الحقيقه بيتم تدريبها اعتقد لمده سنتين اللي فاتوا، كان ليهم دور كبير جدا ويظل دائما لهم الدور الكبير جدا في قناه النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. هنا عندنا اخبار كتيره النهارده فيما يخص النادي الاهلي، اتفضلي. يعني قبل ما ابدا طبعا بشكركم جدا على الكلام ده اكيد وعلى الفرصه دي، وشرف ليا ان انا اكون موجوده معاكم اكيد. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده، والخبر الاول متعلق بالنادي الاهلي، والاهلي راحه غدا ويستأنف تدريباته مساء الاربعاء استعدادا للهلال. ادى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ميرانو عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراه الهلال السوداني المقرر لها 9 مساء السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجوله الاخيره بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. وعقد مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث عن كافه الجوانب الفنيه والخططيه، وايضا منح الجهاز الفني راحه للاعبين غدا الثلاثاء على أن يستأنف الفريق ميرانو مساء الأربع المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال. واستكمالا الحديث عن الفريق الاول لكره القدم، وطبعا حديث الساعه مباراه الاهلي والهلال، استاد القاهره يعلن مواعيد فتح ابوابه امام الجماهير لحضور مباراه الاهلي والهلال. تقرر ان يفتح استاد القاهره ابوابه في الرابعه عصر السبت المقبل استعدادا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراه الاهلي ضد الهلال السوداني في اياب دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ومن المقرر ان يغلق استاد القاهرة أبواب وأمام جماهير الأهلي في 8 مساء على أن تنطلق المباراة في 9 مساء. وحثت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والهلال السوداني الجماهير على الحضور المبكر منعا للتكدس، وطلبتهم أيضا بضرورة حمل الفان آي دي مع التذكرة أثناء دخول المدرجات. وأيضا حدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى يمين وشمال من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة يمين من بوابة المقابلة لشارع النصر، والدرجة الثالثة شمال من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرأسية من بوابة آل رشدان. فيما تقرر دخول الصحفيين والإعلاميين من بوابة نادي الفروسية من ناحية شارع يوسف عباس. يعني طبعا هتكون مباراة كبيرة جدا أكيد يا كابتن إسلام ويا عبد الرحمن، بنتمنى طبعا كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، وعايزين نعرف بقى الحقيقة أكيد كمان تواجد الجماهير هيكون ليه دور كبير جدا في المباراة، عايزين نعرف بقى رأيكم على كل أجواء المباراة. يعني طبعا هي مباراة مهمة، مباراة صعبة، لكن في النهاية الجمهور هيكون له الدور الأكبر والدور الأهم، وكالعادة المساند والداعم الأول للنادي الأهلي من 1907 وحتى الآن. وطبعا بشكرك يا هنا، يعني أخبار معمولة بشكل حلو جدا. لا وهي كمان لسه هكمل معاك، مشكورة على الذات. هي شاطرة جدا ما شاء الله عليها يعني، وبرافو عليك على التغطية دي وعلى الأخبار اللي موجودة عندك كلها. بشكرك جدا. خلونا بقى نكمل اخبارنا النهارده، ومن النادي الاهلي ننتقل لمنتخبنا الاولمبي، وتهنئه من رئيس الوزراء للمنتخب الاولمبي. قدم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني للمنتخب الاولمبي والجهاز الفني بقياده ماكلي لتاهلهم الى كاس الامم الافريقيه بالمغرب، والمؤهله ايضا الى اولمبياد باريس 2024. وجاء ذلك في خلال اتصال هاتفي بدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه
الرياضه من دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي اشاد فيه بمستوى لاعبي المنتخب الاولمبي، متمنيا طبعا التوفيق لهم والتاهل لاولمبيات باريس ورفع اسم مصر عاليا. يعني كمان حرص دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وجمال علام رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم على استقبال بعثه المنتخب الاولمبي في مطار القاهره الدولي. يعني طبعا ببارك لمنتخبنا الاولمبي ولشعب مصر كله. وخلينا بقى ننتقل من منتخبنا الاولمبي لمنتخب مصر الاول، منتخبنا الوطني، ومنتخب مصر بيصل ملاوي ويؤدي مرانه استعدادا لمواجهتها غدا. وصلت فجر اليوم بعثة منتخب مصر الأول إلى ملاوي استعدادا لمواجهتها غدا الثلاثاء في 3 عصر بتوقيت القاهرة في الجولة 4 للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار. وحرص السفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي على استقبال بعثة منتخبنا الوطني، والتي يترأسها خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد. وأدى منتخب مصر مرانه الأساسي في 3 عصر اليوم استعدادا لمواجهة ملاوي غدا بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة. وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر قميص الأبيض والشورت والجورب الأسود والحارس بالأخضر، بينما يرتدي منتخب ملاوي القميص الأحمر بالكامل والحارس بالزي الأزرق. واستكمالا للحديث عن منتخب مصر، فيتوريا مواجهة ملاوي صعبة وحجازي نحتاج لعودة الجمهور. أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول أن مباراة ملاوي غدا في الجولة 4 بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ستكون قوية، وسنلعب للفوز والحصول على 3 نقاط. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: المباراة تحدي لنا، وأنا كمدرب ألعب دائما للفوز في أي مباراة وأبحث عن إحراز الأهداف، ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة بها. وقال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ملاوي غدا أن منتخب مصر دائما عبارة عن أسرة واحدة والكل قلب رجل واحد، مضيفا أن هدفنا الفوز دائما في أي مباراة، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة ملاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز. وتابع حجازي أن منتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة، لأنهم أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات والبطولات. يعني طبعا يا كابتن إسلام، أيضا هتكون أكيد مباراة مهمة جدا، يعني عندنا ثقة كبيرة جدا أكيد في منتخبنا الوطني، إن شاء الله بقى يظهروا بمظهر بيليق باسم الكرة المصرية في مباراة غدا. يا رب إن شاء الله وتكون مباراة تليق باسم منتخبنا الوطني، واستطيع منتخبنا أن يفوز على ملاوي ويصل للنقطة 9. شكرا يا هنا على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله هتطلعي بقى في الايام القادمه يكون عندك اخبار اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه. شكرا يا هنا، واخبار كانت وفت كل الاخبار تقريبا اللي تخص منتخب مصر والنادي الاهلي، وهنطلع فاصل صغير جدا ونتواصل مع حضراتكم في باقي حلقتنا اللي هتكون فيها فقره مميزه جدا مع فرقه مميزه جدا، انتظرونا.